حياكم الله. هذا اللي انتهى عهد بنيامين نتنياهو السياسي. تهم بالرشوة والاحتيال وغيرها وجهت إلى نتنياهو بانتظار الإدانة الفعلية. ما هو مدلولات الوقت لتوجيه هذه التهم؟ وكيف سيكون وضع نتنياهو قانونيا؟ كيف يستفيد خصم نتنياهو السياسيين من هذه التهم؟ لكن في نفس الوقت، ألا يستطيع نتنياهو حشد مزيد من المؤيدين تحت حجة محاولة الانقلاب عليه وعلى حزبه؟ لماذا يصر نتنياهو على اعتبار ما يجري بأنها مؤامرة؟ هل سيكون هناك سيناريوهات انقاذ أمام نتنياهو؟ أو كما قال منظمو مسيرة أمام منزله بأن عهد نتنياهو قد ولى؟ حياكم الله مشاهدي الكرام في هذه الحلقة النقاشية الجديدة من برنامج سيناريوهات. دعونا في البداية نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. بنيامين نتنياهو الملقب في إسرائيل بالملك بسبب استمراره في الحكم منذ أكثر من عقد تهدده قضايا فساد قد تضع حدا لحياته السياسية، ففي حال إدانته بالاحتيال وخيانة الثقة وتلقي الرشوة قد يكون مصيره السجن، كما يشهد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو حراكا قد يسفر عن الإطاحة به. لكن هذا السيناريو لا زال يكتنفه الغموض في ظل عدم وجود بديل عليه إجماع. ويتمسك رئيس وزراء الاحتلال بمنصبه الحالي، وخاصة أنه لا يوجد أي نص قانوني يلزمه بالاستقالة في حال تقديم لائحة اتهام ضده، علما أن المداولات القضائية في هذا الصدد قد تستمر سنوات. وهكذا يمكن لنتنياهو الترشح مرة أخرى في الانتخابات القريبة المتوقعة والاستمرار في منصبه رئيسا للحكومة ما لم يتحرك الليكود. وتتجه دولة الاحتلال إلى انتخابات برلمانية ثالثة في أقل من عام في حال لم يتمكن العضو الذي يختاره الكنيست من فعل ذلك. ويتوقع محللون أن يشن نتنياهو خلال الفترة المقبلة حملة ضد المستشار القضائي لزعزعة الثقة بالجهاز القضائي وبالتهم ضده. وتأتي هذه التطورات وسط أزمة سياسية في إسرائيل في أعقاب جولتين من الانتخابات فشلتا في تشكيل حكومة مستقرة. فهل ينجو نتنياهو الذي اعتاد السير دوما على حبل رفيع، أم أن يراه العالم أجمع كسابقه إيهود أولمرت ذليلا وراء القضبان؟ من جديد حياكم الله مشاهدي الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة النقاشية الجديدة من سيناريوهات. ضيوفي في هذه الحلقة معنا من مدينة نابلس المختص بالشأن الإسرائيلي دكتور عمر جعارة، أهلا وسهلا بك. كذلك سيكون معنا من الداخل المحتل عبر الهاتف المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ وائل عواد، أهلا وسهلا بك. أبدأ معك دكتور عمر، ربما مزيد من التهم الموجهة الآن إلى نتنياهو، إدانات فعلية، لكن ربما ننتظر الإدانة الفعلية على أرض الواقع لنتنياهو. ما هو مصيره الآن؟ الآن حسب القانون الإسرائيلي يجيز لنتنياهو أن يبقى رئيسا للوزراء في ظل وجود لائحة اتهام، ولا تنتهي مكانته الاعتبارية كرئيس وزراء على سبيل المثال إلا إذا صدر قرارا من المحكمة بكل وضوح، فالإدانة تأتي من المحكمة. ولذلك نتنياهو كان يقول كثير من توصيات الشرطة تلقى في سلة المهملات، حتى أن 90% من توصيات الشرطة تلقى في سلة المهملات، وكذلك نزل هذا الرقم من 90 إلى 70. نعم. وبالتالي أصبحت توصيات الشرطة التي أوصت بهذه التهم قيمتها سلة المهملات كما قال ذلك نتنياهو مرارا وتكرارا. ثم كثف هجومه على محققي الشرطة، وبالتالي هذه الشرطة وهؤلاء المحققين يحتاجون بوجهة نظر نتنياهو إلى التحقيق معهم، لأنهم لم يبحثوا عن الحقيقة وإنما بحثوا عن نتنياهو نفسه. إذن هجوم على الشرطة وهي مؤسسة مهمة في أمن الدولة، والذي يجب أن ينبرع أو يندفع في الدفاع عنها جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي، والذي لم نسمع صوته حتى الآن برغم من هذا الاتهام والإدانة بالذات لمكتب لهافا 433،
والتي يعتبر نتنياهو أحد ضحاياه كما يقول نتنياهو. ومع ذلك صب غضبه على الإعلام ثم على التحقيق ثم على النيابة العامة وبالذات على شاي نيسان الذي شاي نيسان، وهذا نقطة مهمة يجب أن يعلمها الشاهد سواء كان إسرائيلي أو فلسطيني، يجب أن يعلم أن شاي نيسان هو الذي أغلق ملف نتنياهو في الهدايا مبكرا منذ توليه رئاسة الوزراء لأول مرة. ومع ذلك الآن كل الغضب وكل السخط نتنياهو على لكن دكتور على شاي نيسان. قبل الغوص في تفاصيل القضايا الموجهة إلى نتنياهو وغيره، لكن هل الوقت الآن يسمح لنتنياهو بأخذ ربما مزيدا من النفس في ظل بقائه رئيسا للحكومة الآن؟ نعم، هو سيأخذ الآن، هو رئيس حكومة انتقالية هي أقصى حد إلى 3 شهور أو 9 شهور. لكن الآن إذا فشلت الحكومة، إذا فشلت تشكيل الحكومة كما هو الآن ماثل أمامنا، فسوف يذهبوا إلى انتخابات. ومع ذلك الانتخابات بشهر 3، أنت تتكلم عن 4 شهور أخر. ومع ذلك إن نتنياهو يستطيع أن يسحب الوقت كما يريد وهو يمتلك كافة أدوات الدولة، ومع ذلك نتنياهو لن يستفيد شيئا إذا ذهبنا إلى تفاصيل لائحة اتهام كما ظهرت بريشة بيت في هذا الصباح ما بين نورباخ وما بين البروفيسور فريدمان. لذلك نتنياهو لا يستطيع أن يكسب بلائحة الاتهام بأي شكل من الأشكال. وإذا دخلنا في التفاصيل فإن فريدمان يقول بالحرف الواحد، وهو بروفيسور بالقضايا الإسرائيلي، يقول بالحرف الواحد لقد ابتدأ نتنياهو كلمته القتالية ضد مؤسسات الدولة وهو كإنسان خاسر. ومع ذلك يتهم البروفيسور فريدمان، يتهم مندبليك بأنه متعاطف مع نتنياهو ورخو مع نتنياهو ومعتدل جدا مع نتنياهو، وبخاصة بالملف 3000 الذي غاب بالكامل. هذا يدفعنا بالسؤال دكتور ربما إلى التغريدات التي بدأت ربما تنتشر بشكل كبير منذ أن أعلن مندلبيت هذه الاتهامات الموجهة إلى بنيامين نتنياهو. لكن دعني أشرك ضيفي الأستاذ وائل عواد. أستاذ وائل، نتنياهو يحاول تصوير الأمر بأنها محاولة للانقلاب عليه وعلى حزبه وليست ربما تهم رشاوي وفساد وتهم خيانة للأمانة. لماذا يعتقد نتنياهو القيام بهذا الأمر في ذلك؟ نتنياهو أمام يعني تفسيرين، حالتين من التفسير. الأولى بأنه فعلا إنسان مستشي ومخادع، وبأنه يستغل سلطته لكي يستفيد هو وأبناء عائلته ولكي يعيشوا في رفاهية ومحبوحة غير قانونية في القانون الإسرائيلي. وهناك احتمال آخر بأن يظهر وكأنه ضحية وكأنه شخص يدافع ويحارب من أجل إسرائيل، وبأن هنالك من لم ينجح بإسقاطه عبر صناديق الاقتراع لذلك يريدون إسقاطه بطرق أخرى. هذا التفسير هو التفسير الأكثر مريح، والذي أيضا يبدو بأن هذا التفسير الذي تبقى له، لأنه لا يدافع عن نفسه في تفاصيل لائحة الاتهام، إنما يدافع عن نفسه بالمجمل يعني بشكل عام، علما كما تفضل الدكتور الآن قبل قليل بأنه حتى الذهاب إلى محكمة نتنياهو الأولى نحتاج من الآن على الأقل 6 أشهر. نعم. هو يحق له حسب القانون بأن يطلب حصانة برلمانية حتى 30 يوم، ولكن اللجنة المخولة بإعطاء هذه التصويت على حصانة وعدم حصانة هي غير قائمة الآن لأنه فيش كنيست، في كنيست ولكن فيش حكومة. فبالتالي الآن أمامه شهر، بعده حتى في حال أقر انتخابات 21 يوم، بعدين 3 أشهر الانتخابات، هي تقريبا 4 أشهر، بعدين شهرين وراهن حتى إقامة هاي اللجنة وإقامة الحكومة، بعدين بنتظر محاكمته. فبالتالي هو لديه مجموعة أشهر جيدة تقريبا حتى الصيف القادم بإمكانه أن يناور بشكل لا بأس به. ولكن كما تفضل الدكتور الآن هذه مناورة يعني محاولة سحب الوقت، يأمل أن يحدث شيء ما، ولكن تفاصيل لائحة الاتهام هو يعرف جيدا، وحتى من خطابه كبلكم مياه كما يقال، فكر على الموضوع بشكل جيد. وأود الإشارة بأن ما قاله نتنياهو بحق إسرائيل هذا الأسبوع لم يكله أعداء. عندما يقف رئيس الحكومة ويقول
بأنهم خيطوا له ملفا. نعم. طب يعني حتى عندما نأتي على محاكمة، يعني اليوم محاكمة الشيخ رياض صلاح، طيب بالكاد بسمع حدا بقول عن جد خيطوا له ملفا. طيب لكن هل محاولة نتنياهو الآن ربما التودد والتقرب من الشارع الإسرائيلي هو لصالحه، أم أن الشارع كما قال كثير حتى من أعضاء الليكود قالوا إن على نتنياهو أن يثبت نفسه بنفسه بأنه بريء من هذه التهم الموجهة إليه؟ أداة الضغط الشعبي هي إحدى الأدوات التي يستخدمها السياسي، وخصوصا عندما يخسر الأوراق المركزية. الأوراق السياسية هو خسرها، هاي ثاني مرة مش عارف شكل الحكومة، والأوراق القضائية هو بعرف أنه هناك هو وضع جدا سيء، وضع أسود، فبالتالي يلجأ إلى الملاجئ الأخير بأن الشارع يتحرك وبأن الشارع يتعاطف. هل هي ورقة الضغط الأقوى في حالة مثل هذه، حالة قضائية؟ لا، ولكن هي متبقية. فبالتالي هو قال سأحارب حتى الثانية الأخيرة بكل ما أتيت من قوة، وهو لن يعني يدخر ولا أي وسيلة، حتى وإن كانت وسيلة شعبية لن تمنعه من الدخول للسجن، ولكن على الأقل نعم يمكن أن تواسيه في بعض المناطق. طيب دعنا نسأل عن مدلولات الوقت، وهنا أنتقل بهذا السؤال للدكتور عمر جعارة. دكتور عمر، ما هي مدلولات الوقت من المستشار القضائي، وهو من عينه سابقا يعني بنيامين نتنياهو، وقال إنه حزين عندما أوجه هذه التهم إلى بنيامين نتنياهو، وقال أيضا إنه هو من عيني، كان ذلك ربما صريحا ولافتا حتى للنظر. الآن فيما يتعلق بمندبليك، هو إذا أخذنا لائحة الاتهام الذي تلاها مندبليك بعيون البروفيسور فريدمان في هذا الصباح ما بين حوار مطول ما بين نورباخ وفريدمان، قال فريدمان بالحرف الواحد، وهو من أعمدة القضاء الإسرائيلي، قال بالحرف الواحد إن هذه لائحة الاتهام رخوة ومعتدلة، ويشم منها رائحة التعاطف مع نتنياهو. كيف ذلك دكتور؟ كيف ذلك وربما بعض التهم تحتاج ربما أو حتى يحكم بها نتنياهو لأكثر من 10 سنوات؟ هو قال إن نتيجة التحقيقات ونتيجة المعطيات والتسجيلات وكل ذلك دفع مندبليك أن يتلو لائحة الاتهام، ومع ذلك استطاع مندبليك أن يخفف من هذه الأدلة ضد نتنياهو. وأيضا نتنياهو بهجومه الكاسح على مؤسسات الدولة كما قال ضيفنا الكريم لا تأتي من أعداء دولة إسرائيل، فهو يتهم الشرطة وهو يتهم القضاء ويتهم الإعلام ويتهم النيابة، ولا يوجد أحد لم يتهمه نتنياهو، كما اتهم القائمة العربية المشتركة سواء كان مباشرة أو تكرير ما قال ليبرمان. نعم. باختصار إن نتنياهو كما يقول فريدمان، النقطة المهمة هو تغييب الملف 3000، وهذا ما أزعج فريدمان، وهو بروفيسور بالقضاء ومعروف، وقد يكون قد احتل منصب وزير العدل في دولة إسرائيل، وهو لا ينتمي إلى الأحزاب على فكرة. لذلك فريدمان قال بالحرف الواحد إن الملف 3000 أخطر من الملفات الثلاثة، لذلك غيب سواء ببعد أمني أو ببعد غير أمني. أما ما هو الملف 3000؟ هو أن نتنياهو قد اشترى كميات من الفولاذ ب$300,000 واحتفظ بهذه الكميات، ثم باع هذه الكميات لألمانيا بمبلغ $4.7 مليون. ومع ذلك هذه الكميات من الفولاذ لا تصلح على الأقل أو هي الجزء الأكبر من صناعة الغواصات، وأصبح هناك ربط ما بين هذه الكميات للفولاذ والغواصات. طيب النقطة المهمة، دكتور ربما فيما يعني يخص المستشار القضائي، وإن كانت هذه التهم ناعمة، مع أن بعض التهم يمكن أن يوجه لنتنياهو حكم فيها 10 سنوات وبعضها 3 سنوات وبعضها 4 سنوات وفق قانون دولة الاحتلال، لكن ألا يعتبر ذلك في العمل الزمني بأنه يعني ينهي حياة نتنياهو السياسية، وإن كان أمامه كما أجمعت أنت وضيفي الأستاذ وائل عواد بأن أمامه 6 أشهر أو 7 أشهر؟ يستطيع نتنياهو لأنه يمتلك أدوات دولة أن يحصل على مزيد من الوقت. نعم، ولكن النقطة المهمة لنتنياهو والذي يدركها أكثر من غيره كمتهم،
أن أمنون روبنشتاين وهو من أكثر الناقدي للمستوى السياسي الإسرائيلي بما فيها نتنياهو يقول بالحرف الواحد: لا توجد شخصية سياسية في دويلة إسرائيل هاجمت الشرطة وهاجم الإعلام وهاجمت النيابة وهاجم القضاء إلا كان مسيره السجن، والأمثلة كثيرة على ذلك. لذلك نتنياهو يعلم علم اليقين أنه مدان ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، بسبب على سبيل المثال وأدلة واضحة للجميع، نعم، أن زوجته قد غرمت 3 مرات في المحكمة المركزية في تل أبيب لتصرفاتها الفذة والغليظة بحق العاملين في بيوت نتنياهو، ومما غرمت أول مرة لبني نفتالي ب 170,000 شيكل، ثم غرمت لمريم ب 70,000 شيكل، ثم غرمت أيضا ب 50,000 شيكل. هذه قضاء. والأدهى من ذلك أن المحكمة طلبت المتهمة أن تأتي إلى مقاعد الاتهام فلم تأتي. فقال عديد في القناة 12: قال لو أنا طلبتني الشرطة ولم آتي لأرسلت لي دورية لتأتي بي إلى المحكمة. لماذا لا يفعل ذلك مع سارة نتنياهو؟ إذن المسألة أن نتنياهو له أصابع طويلة، لأنه له ممارسة في إدارة الدولة. طيب، هل هذه الأصابع دكتور؟ يمتلك أدوات الدولة. هل هذه الأصابع، وهنا أتوجه بالسؤال إلى الأستاذ وائل عواد، هل يستطيع نتنياهو فعليا الآن ربما الإفلات من كل هذه التهم؟ نتحدث عن تهم ليست خفيفة، هي تهم ثقيلة وفق قانون الاحتلال، بتهم الرشوة وتهم الاحتيال وتهم خيانة الأمانة. أنا أعتقد بأن فكرة أن يعني ينفد نتنياهو بالريش ويخرج كالشارة من العجين احتمال صفر، يعني هو يواجه قضاء نهائيا. السؤال بضل: ماذا من التهم سيتبقى في المحكمة؟ ماذا سيسقط؟ الحديث بأنه السجن لنتنياهو قد يكون بين 3 إلى 10 سنوات في تقديرات خبراء، لأن هل ممكن يكون 2.5؟ لا نعرف. هل ممكن يكون 8 أو 7؟ لا نعرف. هذه كلها تفاصيل بالتفصيل. المهم عزيزي هي الإدانة. وبالمناسبة أيضا ولنعترف بذلك، من المفارقات المؤلمة صحيحة حقيقة في مراقبة محاكم نتنياهو بأنه لا يحاكم لا على مقتل طفل فلسطيني ولا على حصار شعب ولا على قصف أبرياء. هذا كل الموضوع بيطلع منه بسهولة. لو الموضوع إبادة قرية فلسطينية أنا بقول لك بيطلع كمان 3 ساعات. في إسرائيل عندما يتعلق الموضوع بالفساد هم يعرفون إذا تركوا الفساد ينفر في الدولة، هذا معناها بداية النهاية. لذلك هم حازمين بشدة في هذا الموضوع. من المفارقات أيضا بأنه تحاسب زوجة نتنياهو كما تفضل الآن دكتور على بأنها كانت تشتري طعام على حساب الدولة، بينما لديها من يطهو الطعام في المنزل. قالوا لها يا بتجيب طباخ يا بتشتري من المطعم. كان عنده طباخ بتشتري من المطعم. تحاسب على هذه التفاصيل. عندنا يا عزيزي في كثير من دول عربية وأماكن قريبا وبعيدا بيجي ابن أخوه لوزير بيسرق بلد كامل، بيسرق مصانع وبيسرق مخدرات، ولا حدا بيسأل. يعني بيكون عمره 21 سنة وعنده قصور في كل العالم، ولا حدا سأل شو قاعدين بيساوي. إذا فيما يخص نتنياهو بأنه لا يستطيع الآن الإفلات في أي تهمة، ومثل ما تحدثت هو ربما تكون النتيجة صفرا، بمعنى أن التهم الموجهة إليه لا يمكن الإفلات حتى من كل الملفات الموجهة إليه. إذا نفد من ملف 1000 لا يمكن أن ينفد من ملف 2000 و4000. صحيح، ملف 4000 يكون معلومة للشرطة. هناك لديها شاهد ملكي، شاهد ملكي يعني أعطاها كل التفاصيل. الشرطة طبعا لم تعرض بعد كل الملفات اللي معها، لدينا نحن نعرف ما سرب الإعلام، ولكن هنالك تسجيلات صوتية لنتنياهو وزوجته وفي محادثات لتغطية إيجابية من قبل موقع والله الإسرائيلي، هنالك بريد إلكتروني، هنالك نصوص، هنالك واتسابات. يعني الموضوع مش موضوع شكوك فقط، لديهم لائحة اتهام ضد شخص يتعاملون معه بجدية، ولديهم تفاصيل خطيرة وأعتقد جازما يعني لأن الموضوع لم يعد موضوع لربما أو هنالك جمل يمكن تأويلها كذا أو كذا. موضوع محسوم وخالص. تبقى كم من الوقت حتى يتم ذلك؟ لأنه يعني نحكي كمان 6 أو 7 أشهر حتى قدوم الجلسة الأولى
في محكمة يمكن تستمر كمان 3-4 سنوات. نتنياهو عمره حوالي 70 عام، يعني يمكن كمان 5-6-7 أعوام يخلق الله ما لا تعلمون. تعرف نحن نعرف شو بصير حتى ذلك الحين أو كمان طيب. 4 أعوام. لكن ربما السؤال الآن من الضربة القاضية بعد هذه التهم؟ هذا السؤال أسأله للدكتور عمر. دكتور عمر، هل تأتي الضربة القاضية الآن من حزب الليكود؟ هناك جدعون صاعر، هناك آفد أخطر، هناك أردان، هناك كثير ربما من الأرقام والأسماء في داخل حزب الليكود. هل سيكون هناك ربما انقلاب سياسي في داخل هذا الحزب؟ الآن إذا ذهبنا إلى غموز الليكود فالكل يجمع على عدم الإطاحة بنتنياهو، مثل مثلا أبو سالم، مثل دافيد بوتون، مثل إسحاق إسرائيل كاتس، وكلهم يصرون على عدم الإطاحة بنتنياهو. لكن إذا ذهبنا إلى نير بركات فهو يطالب بتعيين نائب لنتنياهو، أي وكأنها إشارة للتدريج في قلب نتنياهو. وإذا ذهبنا إلى قدعون صاعر فهو يطالب فورا بانتخابات داخلية سريعة حتى يتم انتخاب بديل نتنياهو. ومع ذلك قد نتنياهو يفعلها ويفوز نتنياهو أيضا إذا ضمن كل أعضاء النشطاء، لأن شعبية نتنياهو الآن تتدنى كثيرا. فإذا ذهبنا على سبيل المثال إلى المواطن الإسرائيلي فسألناه هل تؤيد أن يكون رئيس الوزراء رئيسا بوجود لائحة اتهام وليس حكم قضائي واضح؟ لأجاب 46% بالاستطلاع الأول، وبالاستطلاع الثاني 56% لا، وكان التأييد أن يستمر في منصبه 30% ثم انخفض إلى 26%. طيب إذن شعبية نتنياهو بانخفاض. لماذا الربط بالشخص عندما نتحدث عن نتنياهو؟ ألا يعتبر ذلك ضربة ربما قاسية لحزب الليكود نفسه؟ هذا أول مرة في تاريخ دولة الاحتلال يوجه تهمة بهذا الشكل إلى رئيس وزراء يشغل منصبه حاليا. نعم، هذا كلام دقيق، ولكن هناك رؤساء إسرائيل قد تعرضوا للمحاكم ولكن فلتوا منها بالذكاء، وهذه الفلتان هي الأبواب أمام نتنياهو لأن يفلت. فمثلا على سبيل المثال، من أكبر الأخطاء الذي ارتكبها موسى قطصاف وهو رئيس الدولة أنه لم يقبل صفقة مع النيابة، واعتذر على عدم قبولها ثم سجن. وكذلك جنرال في الجيش بخنوع كان هو مدير عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي وكان مؤهلا أن يكون رئيسا للأركان، فعندما اتهم بالاغتصاب بالتحرش الجنسي أو بالاغتصاب لإحدى ضباطات الجيش قبل بعقد النيابة وانطلت هذه الصفحة. فالآن أمام نتنياهو والقبول بصفقة مع النيابة فتنتهي كل هذه المشاكل، قد تستمر حياته السياسية أو لا تستمر. ولكن إذا رفض الآن، انظر صار نتنياهو قبلت في الملف بالحكم الثالث بحقها أن تقبل بما عرضت عليه النيابة فقبلت، وإلا كان قد تسجن، ولذلك غرمت هي طلبت أن تدفع 1000 شيكل، لكن النيابة مقابل إلغاء الملف 50,000 شيكل، فدفعت 50,000 شيكل ولم تأتي إلى المحكمة وكان يجب أن تأتي إلى المحكمة. فإذا الباب الوحيد لنتنياهو أن يقبل عرض أو صفقة مع النيابة. نعم. طيب أتوجه بهذا السؤال للأستاذ وائل. أستاذ وائل، وإن كان القانون ربما لا يجبر نتنياهو على الاستيقاظ الآن إلا بعد الإدانة الفعلية، لكن يعني ألا يصبح ذلك ربما أو ألا يفتح الطريق أمام كثير من الالتماسات الآن التي تقدم إلى محكمة العليا الإسرائيلية، وربما الخوض في سياق قانوني وسياق آخر ربما بعيدا عن نية نتنياهو في الاستيقاظ الآن؟ حكيك دقيق جدا يا عزيزي. بدأت عملية الالتماسات، هنالك عدة منظمات للحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية وجمعيات أصدرت بيانات بأنها ستتوجه. أيضا يتوقع أول يوم أو بكرة يطلع أبيشاي ماندلبليت اللي هو المستشار القضائي للحكومي، بده يكون رأي غير ملزم، ولكن بده يكون رأيه، وهذا رأي مستشار قضائي مش متاح، هل على نتنياهو أن يستمر أم لا؟ والآن عم بستعرض كل الفيديوهات اللي كان كلها نتنياهو لما أولمرت أخذ 600,000 شيكل من كرشوة على موضوع بناء بيوت في القدس لما كان رئيس بلدية وضبط فيها لما صار رئيس حكومي.
أول كانوا بعض مش مقدمين لائحة اتهام زي إسا، كان بعضهم مشتبه وهناك تحقيقات. نتنياهو كان يطلع كل يوم يقول بالإعلام حينها لما كان بعده عضو كنيسة ووزير، يقول علي أن يستقيل ولا يوجد له أي منصب سياسي أو أخلاقي، وكان يقول أيضا بأن كل شيء سيكون في حينها أولمرت سيفسر بأنه للخروج من الملفات وليس بإمكاننا أن نثق به. عم بيسألوه اليوم هذا الكلام قلته على أولمرت لما كان بعده مشتبه، أنت اليوم متهم، أنت وضعك القضائي متطور أكثر بكثير، وإذا بحكي هناك على 600 ألف لما كان رئيس بلدية، إحنا نحكي هنا على عشرات الملايين. وفي كمان يعني لشركة بيزك يسر لهم الأمور بالمليارات بقول كمان، وإنت رئيس حكومي. هل هذا الكلام يعني يندرج علي؟ بالعادة هو لا يتحدث في الموضوع، حتى المؤتمر الأخير اللي عنده اللي طلع قال فيه كلمته، هو ما كان مؤتمر صحفي رسمي، هو بس على صفحته بالفيسبوك وبس لوسائل إعلام، حط وسائل إعلام بغرفة أعطاهن أجهزة عشان يشوف شو عم بيصير وين عم بيحكي. ليه؟ لأنه يريد أن يمنع عن نفسه كل الأسئلة، بدوش يسمع أسئلة الصحفية، بدوش يجاوب، بده يكون الأمور من طرف واحد، وبدوش يسمع هذا السؤال بأنه كيف ستستمر وإنت يعني السؤال تبعك اللي انت سألته إنه كيف سيستمر وهو مشتبه وهو متهم عفوا، وسابقا كان يقول عن أولمرت، حتى هذا السؤال بدوش يسمعه عشان إيه، وعارف إنه ما في جواب عليه، عشان هيك هو يمتنع عن أي مقابلات صحفية. طيب في الانتخابات الثالثة أستاذ وائل، في الانتخابات الثالثة التي هي ربما دولة الاحتلال مقبلة عليها في ظل الآن ما يجري، هل هي سيناريو أولي، سيناريو ربما يكون الآن أمام نتنياهو في ربما إنقاذه من كل هذه التهم الموجهة إليه وإن كان ذلك بشكل مؤقت؟ قلت لك لا شيء ينقذ نتنياهو. السؤال، نتنياهو حاب يروح على المحكمة الجاي، هو في احتمال أنه الليكود كما تفضل الدكتور الآن بأنه الليكود يقدر هو يجند الأشخاص، الليكود يمنع الثورة اللي ضده من قبل ساعة. طيب واليوم قبل قليل اشترط نتنياهو بالضبط قبل ساعة تقريبا، اشترط بأنه إذا بدكم تعيدوا كامل انتخابات داخلية لرئاسة الليكود، بمعنى تسألوا إذا أضلني ولا لا، يجب أن يرتبط ذلك بانتخاب كل قائمة الليكود للكنيسة. ليه؟ عشان يبطل لكل الأعضاء الحاليين والوزراء الحاليين في مصلحة بانتخابه. بدي يقول إذا أنا بدي أصير بخطر بتصير كلكم بخطر. طيب بربط الأشياء مع بعض. الشيء ليش هو بده يصل للمحكمة كمان كرئيس حكومي؟ نعم. بيصل هناك قوي. إذا بيكونش رئيس حكومي بتكون محكمته بوجود قاضي واحد مثل أبيب، وبيكون تسمع حصانة والجلسات هم اللي بقرروها، بيكون هو متهم مستضعف. ولكن إذا بيصل للمحكمة وهو رئيس حكومي بيكون محكمته في القدس بوجود ثلاث قضاء، وبيكون هو بيقدر يأثر على بعض الأمور على الأقل على وين تجلسات، على الأقل بيقدر هو رئيس حكومي. شفت أنت بالفترة الأخيرة ما بنضغط بساوي حرب، بضرب لبنان، بقصف بغزة، بقيم بغير النقاش العام. هو بده يوصل هناك قوي ايضا قضائيا، شكل المحكمه مين بالمحكمه وهل قاضي واحد عم بيسجبه ولا شيء محترم ثلاث قضاء. والامر الثاني طبعا بانه بده العوامل الخارجيه طيب انها تاثر، انها تلعب دور. طيب سنتحدث ربما عن العوامل الخارجيه، وسنتحدث ربما عن الموقف الامريكي، حتى ان هناك كانت مطالبات من قبل يعني العديد من اعضاء الكونغرس الامريكي ومجلس الشيوخ ل ترامب بعدم مساعدة نتنياهو على حساب الولايات المتحدة الأمريكية وعلى حساب صورة الولايات المتحدة الأمريكية. لكن دعني أعود بهذا السؤال إلى الدكتور عمر. دكتور عمر، نتحدث الآن ربما عن غانتس. غانتس يعني يقول في نفس الوقت على نتنياهو الاستقالة وعليه التركيز في قضايا الفساد، كيف تنظر إلى هذه الدعوة؟ هو دعا بالحرف الواحد إلى تشكيل حكومة وطنية مع الليكود وأزرق أبيض بشرط ألا يكون نتنياهو الأول، بمعنى أن غانتس يقبل نتنياهو أن يكون التناول الثاني ولوائح الاتهام موجودة. لكن الخبر المهم في الإعلام الإسرائيلي في هذا الصباح أن المحكمة قد بدأت تدعو الشهود في قضية نتنياهو، منهم ثلاث وزراء وشاهدين الدولة اللي هو فيلبر وحيفتز، وبالتالي أصبحت المحكمة بدأت باتخاذ إجراءاتها لمحاكمة نتنياهو. لكن كما هو معلوم أن المحاكم حبالها طويلة وتأخذ وقت كثير، وهذا ما يغنو إليه نتنياهو. لكن إذا نظرنا إلى نتنياهو أنه يدرك إدراكا تاما بأنه مدان تماما مثل زوجته،
زوجته أدينت 3 مرات والإدانة الثالثة كانت الأصعب. لماذا؟ لأنها تحدت المحكمة وطلبت أن تكون في المحكمة فلم تأتي ولم يحاسبها أحد، وقبلت بعقد النيابة ودفعت بدل 1000 شيكل 50,000 شيكل. إذن نتنياهو أمامه هذا الباب الوحيد، هو أن يذهب إلى صفقة مع النيابة، وبالذات أن شاي نيسان لم يتبقى في منصبه إلا شهرا، علما كما قلنا في هذا اللقاء الطيب على أن شاي نيسان هو الذي أنقذ نتنياهو وأغلق الملف في قضية الهدايا الأولى. نعم. بفترته الأولى، وجاءت الدولة وأخذت كل الهدايا من مخزن بيته. لذلك الآن الخصم الأول واللدود لنتنياهو حسب ما يدعي نتنياهو هو شاي نيسان. الآن بعد شهر تنتهي ولايته أو تنتهي فترة خدمته، فسيكون له علاقة كبيرة مع وكيل النيابة العامة الجديد. إذن هل ارتفعت أسهم جانتس دكتور؟ هل ارتفعت أسهم جانتس ربما بعد توجيه نعم هذه هلأ أجب بس أكمل النقطة تفضل. المهمة والنقطة المهمة أن كانت مشكلة نتنياهو مع مواقب الدولة شبيغة، الذي رفض السماح لنتنياهو بالإقراض من الأموال حتى يغطي نفقات المحامين. وعندما جاء المواقب الجديد سمح له بالإقراض، ولذلك مشكلته مع شاي نيسان ستنتهي بعد شهر. مرة ثانية نؤكد الحقيقة التالية، أن نتنياهو يمتلك كافة أدوات الدولة طالما أنه رئيس للوزراء، وبالذات عندما تكون الحكومة حكومة طوارئ أو حكومة انتقالية فإنه يمتلك كافة الصلاحيات. أضرب مثلين مهمين على أن نتنياهو لا يعطي اعتبارا لأهمية المناصب الوزارية في دويلة إسرائيل. عندما عين أمير كوخانا وزيرا للعدل ومن أقوى حلفائه يهودو التوراة ليتسمان، فليتسمان لا يسلم على أخانا وهو وزير للعدل. لماذا؟ لأنه يؤمن بالزواج المثلي، وبالتالي يعتبر بالمفاهيم اليهودية أو بمفاهيم شاس أو بمفاهيم أيا كان هو منحرف جنسيا، لأنه لا يؤمن إلا بالزواج المثلي. لو كانت الحكومة غير انتقالية ولو كانت الحكومة غير طوارئ لما يستطيع أن يعين مثل هذا التعيين. وكذلك انظر إلى تعيين بنت وهو الرقم الرابع في لائحة اليمين الموحد أو حزب اليمين. الأول قلنا شاكيد، والثاني غاف بيرس، والثالث سبوتريش، ورابع بنت. فعين الرابع وزيرا للدفاع متخطيا بذلك كل الاعتبارات. من أجل ماذا؟ من أجل أنه شعر أن اليمين الإسرائيلي يريد أن يتفكك من سيطرته. هل كل ذلك في مصلحة جانتس على اليمين من خلال بنت؟ هل كل ذلك في مصلحة جانتس ربما في إذا كان هناك انتخابات ثالثة؟ أم نتحدث عن اختيار الكنيسة في ظل بقاء ربما 17 أو 18 يوما لاختيار شخصية جديدة لتشكيل هذه الحكومة، وهل جانتس هو الأوفر حظا؟ نعم، الآن حسب الاستطلاعات التي بدأت تصعد، إذا تم سؤال المواطن الإسرائيلي إذا كانت الانتخابات الآن تنتخب من؟ قالوا 56% ينتخبون جانتس. آسف، إذا جرت الانتخابات الآن كم يحصل أزرق أبيض وكم يحصل الليكود؟ أزرق أبيض يحصل على 36 مقعدا، والليكود لا يزال صامد ب 33 مقعدا. إذن في تقدم 3 مقاعد، والثلاث مقاعد تفرق كثير في النسب في الحكومات الائتلافية، وخاصة القائمة على النتائج النسبية. طيب. انظر إن نتنياهو لم يستطع أن يشكل حكومة ويمتلك 60 مقعدا، فإذا 3 مقاعد مهمة جدا والاستطلاعات سوف تندفع أكثر. طيب. علما أن الاستطلاع الأهم هو أن سؤل من المسؤول عن عدم تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وهذا سؤال مهم جدا. 38% قالوا نتنياهو، 28% قالوا ليبرمان، 8% قالوا جينيس. طيب. بمعنى رغم هذا الاستطلاع دكتور، إلا أن البعض ربما يعطي نتنياهو الحظ الأوفر، رغم أن هناك ربما مسائل متعلقة في توجيه هذه التهم لديه. هذا أسأله السؤال الأستاذ وائل عواد. أستاذ وائل، لماذا استثني نتنياهو من أن يكون ربما الشخصية
التي تكلف بتشكيل هذه الحكومة بعد إعطاء الرئيس الإسرائيلي هذه المهلة للكنيسة لاختيار شخصية من داخل الكنيسة؟ القانون يقول الآن إن أي عضو كنيسة يستطيع أن يجمع 61 توقيع معاه 3 أسابيع من الآن، 3 أسابيع إلى كم يوم، هو يصبح رئيس الحكومة. في إسرائيل هذا لم يحدث ولا مرة، أصلا في إسرائيل لم يحدث ولا مرة أن نصل إلى مرحلة مثل هذه المرحلة من التعقيد السياسي في تشكيل حكومة. هو استثني لأنه هي ثاني مرة بفشل، يعني في المرة السابقة فشل وعدة الانتخابات والآن فشل، فما هو المعنى بأن يعطى من جديد؟ خصوصا بأنه ما معه توصيات جديدة، يعني ليبرمان بعده بقول بديش إياه، العرب طبعا بعد يمكن يفوتوا مع نتنياهو وجلسوا مع جنس قعدات خفيفة 10 منهم على الأقل، التجمع ما قبلش، والمعسكر اليمين الآن نتنياهو كان عامل معسكر من 53 عضو يميني معاه طبعا يشمل أحزاب الحريديم، بأنه ممنوع ولا حدا يخل بالاتفاق وممنوع حدا يفاوض بيني جانس بدون الترتيب مع نتنياهو، ولكن هذا كان حتى فشل بيني جانس الآن هم في حل من هذا الاتفاق، فبالتالي حتى في معسكر لأنه يعني خلصت الفترة اللي كان متفق عليها، فهذا هذا المعسكر اللي كان مع نتنياهو تشقق. نعم. أيضا داخل الليكيود هنالك إصابات، أيضا لوائح اتهام، فشل لتاني مرة في تشكيل حكومة، والحكومة حكومتين أو ثلاثة لورا كانت سنتي قبل الوقت، فبالتالي هو مش بس بطل صالح قضائيا وأخلاقيا من وجهة نظر الإسرائيلية لقيادته، وأيضا لم يعد صالح سياسيا، وهذا اللي قاله امبارح كمان أعضاء كنيسة اللي بلشوا بالانشقاقات عن الميديكور، بأنه مشكلته ليس فقط بالقضاء، إنها مشكلته أنه هاي إلنا فترة طويلة معطينه جرب شكل الحكومة مش عم بنجح. طيب. يعني هو الآن أضعف من سابقا ليش سيعطيها كمان. طيب السؤال الآن أستاذ وائل، هناك بعض المسيرات الآن خرجت ضد نتنياهو، هناك يعني فنانون سياسيون إسرائيليون خرجوا في مدينة تل أبيب وكانوا يهتفون ضد نتنياهو وقال أن زمنه ولا، في هذه الجملة كانت تنادي في هناك، هل يمكن الآن التعويل ربما على حراك مضاد نتنياهو بعيدا عن الحراك القضائي ضده؟ من مساوئ كل نظام ديمقراطي بأن صوت الفنان والمفكر والخبير والأكاديمي هو في الصندوق يساوي صوت أي مجنون عايش في المستوطنات، بالتالي في الصندوق المعسكرات الاستطلاعات الأخيرة بتكون معسكرات في نفس الحجم، 33 ديكو 33 كحول لافان، نعم. شوية تغيرات عند ليبرمان، واحد لفوق واحد لتحت، ولكن مبدئيا ما في تغيرات. في إسرائيل الشارع يميني، في إسرائيل الشارع لا يفكر كثيرا في الفترة الأخيرة بموضوع الأخلاقيات، ولكن وجود نخبة يسارية ما تبقى من اليسار أو اللي بيشبه اليسار بإسرائيل نعم يؤثر، ولكن لا يمكن التعويل على ذلك بمعنى بأن ننتظركم أن تغيروا شيء ما، لأنه بالآخر الموضوع يعني هو يا عم بيصير بالمحكمة يا عم بيصير بالصندوق، بالصندوق مش شكله في تغيير بالآخر، إذا طلع 100,000 واحد يصوتوا ضد نتنياهو في تل أبيب لأنه فكروا وقعدوا وناقشوا وكريوا مش عارف إيش، في 100,000 واحد ما خصنش بدهم يسرقوا أراضي الفلسطينية بالمستوطنات بيطلعوا بصوتوا أقبالي، بالتالي معادلة الأرقام نقدرش كثير نعول، ولكن هل ممكن يغيروا الشيء داخل الشارع؟ طيب يغيرون بس دون ما نطمح كثير يعني. طيب دعني أنتقل بهذا السؤال للدكتور عمر. دكتور عمر، هناك من يقول واستغرب ربما عندما وجهت هذه التهم إلى بنيامين نتنياهو، قال لماذا لم توجه نفس التهم إلى زوجة نتنياهو، إلى ابن نتنياهو يائير؟ هناك كانت توصيات من الشرطة وحتى من نيابة الاحتلال بتوجيه مثل هذه التهم، مثل الرشوة، مثل الاحتيال، مثل خيانة الأمانة، لماذا برأيك؟ صار نتنياهو قد وجهت ذلك، ولذلك أخذت أحكام بالتغريب المالي، ومبالغ كبيرة وهربت من السجن. لم تذهب، وقلنا بآخر ملف لصار نتنياهو الذي طلبت أن تدفع فقط 1,000 شيكل فدفعت أخيرا 50,000 شيكل، ومع ذلك لم تأتي إلى المحكمة لأنها ضمنت من فرقاء المحامين أنها قد عقدوا الصفقة مع النيابة فانتهى أمرها. أما مائير لبيد فقد قال عنه والده أنه أهبل
وبالتالي لا في داعي أن يأتي بالهبلان إلى المحاكم في دولة إسرائيل كما يقول نتنياهو. نعم. وكما يقول المواطن الإسرائيلي إن رئيس الدولة الذي لا يحكم سيطرته على أسرته لا يجوز أن يكون رئيسا للدولة حتى لا يحكم السيطرة على الدولة، وهذا ما حصل بنتنياهو. نتنياهو إذا ذهبنا إليه من كافة الموازين فهو ليس سويا بأي شكل من الأشكال، بالرغم من أنهم يقولون هو ملك إسرائيل حي وقائم، هو ملك إسرائيل موجود وحي وقائم. لذلك نتنياهو، ولذلك ندعو في هذا الصباح أن يرزق مدينة أن يرزق دويلة إسرائيل مزيد من نتنياهو، لأنه أينما نزل حدث انشقاق، فهو شخصية خلافية نزاعية قائمة على الليجو كما يقولون هم، قائمة على الأنانية بكل ما تعني هذه الكلمة. هذا هو التصنيف. طيب، في دقيقة لنتنياهو، في دقيقة، هل خانت الحاشية المقربة من نتنياهو نتنياهو نفسه وكانوا سببا في هذه التهم الموجهة إليه في قضايا 1000 و3000 و4000 و2000؟ لغاية الآن أستطيع أقول لا، ما عدا قدع صاع. أنظر مثل نتنياهو أحكم سيطرته على الليكود، يستطيع أن يفترس أي شخصية ليكودية تقترب من زعامة الليكود، فقد فعل ذلك مع بيبي بيجن، وقد فعل ذلك مع داني دانون عندما اقترب لأن يكون رئيسا أو رئيس لهيئة حزبية ذات أثر كبير، فنفاه وزيرا لإسرائيل في هيئة لدويلة إسرائيل في هيئة الأمم المتحدة. نعم. وكذلك يفعل مع أي شخصية تقترب من منافسته فيفترسها بدون تردد. وأكبر دليل على ذلك جدعون سعر الذي هو شخصية ممتازة. انظر ماذا كان موقف نتنياهو من ماذا كان موقف جدعون سعر من الملف الأول نتنياهو فيما يتعلق بالهدايا. هو الذي نسق مع شاي نيسان لإغلاق هذا الملف، وبالتالي نتنياهو لا يسمح لأحد أن يقترب من زعامة الليكود، والقلعة الأولى والأخيرة له هو القلعة الحزبية. لذلك نستطيع أن نقول أن نتنياهو لا يواجه لغاية الآن أي إشارة لا من أبو سالم ولا من إسرائيل كاتس ولا من حتى أردان الذي يهاجم تهاجم وزارته. نعم. إذن وتهاجم ورغم كوادر كل ذلك الشرطة. دكتور، ورغم كل ذلك إذن تبقى السيناريوهات ربما مظلمة حتى أمام نتنياهو وأمام كل الحياة السياسية في داخل حكومة الاحتلال. دعني أشكرك إلى هذه النقطة الدكتور عمر جعار المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من مدينة نابلس، شكرا جزيلا لك. وكذلك عبر الهاتف المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ وائل عواد، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدي الكرام، بذلك نصل إلى ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء.